وشه ومرة يغلب الشيطان والشيطان يغلبه مرة، يفضل في المناحية دي والتعب ده هوت لحد ما روحه تطلع. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إنه هو بيموت يعني، جاءه الشيطان قال له أفلت مني يا أحمد، ما عرفش أخذ منك حاجة، أفلت مني يا أحمد، قال له بعد لسه لن أأمن أبدا أنت إلا من روح تطلع، لكن طول ما الروح عندي الروح لسه في جسمي لا آمنك. وفي ناس بيكفروا في اللحظة الأخيرة، لا إله إلا روحه بتطلع، لا إله إلا الله، وملك الموت بيسحب روحه بيكفر، لا إله إلا الله. آه لا إله، نسأل الله العافية. فأنا عايز أقول الطريق إلى الله كله قطاع طرق، فالأمان اللي عندك ده منين؟ جبته منين؟ آمن كأن الطريق خالي مفيش حد. من أين أتاك هذا الأمان؟ ده شياطين الجن. يبقى شياطين الإنس، حلو، صاحب السوء واللي عمال يوزك واللي عمال ياخد واللي عمال يزين لك المعاصي وبتاع والكلام ده، واقع في زنقه يا عم، الفلوس قدامك، الخزنه قدامك، سوي الاوراق وظبط الدنيا والكلام ده كله مولات كلب، ياكلينها ولع، احنا اللي ضايعين واحنا اللي رايحين في داهيه ومش عارفين الكلام ده، تمام؟ مش شايف فلان سرق 3 4 مليون وطلع محامي طلع من شارع العجين؟ ده انت حته 100,000، لا 10 مليون ولا بتاع والكلام ده. وبعد كأخوة يوسف يا أخي، ثم تكونوا بعدي قوما صالحين، اعملها وتوب. قال له هو أنت أحسن من مين يعني؟ ده كعب بن مالك جاء 80 واحد في غزوة تبوك واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل سرائرهم، قبل يعني ظواهرهم وأكل سرائرهم إلى الله، زي ما قال كعب بن مالك، لا الله لقد كان كفيك ذنبك أن يستغفر النبي لك، تمام؟ ايه يعني ذنبك يطلع يعني؟ وانت اخر واحد اذنبت في الدنيا ومش عارف بتاع، اهو دي شياطين الانس، تمام؟ مع ضعفك الشديد وانت محتاج، ولادك عايزين، والواد مش هيدخل الجامعه، والمش عارف ايه الهدمه والبتاع الكلام ده، تعمل ايه؟ تضعف زي اي بني ادم، ايمانه بيزيد وينقص. ياتيك هذا الشيطان في حال نقص ايمانك، يزين لك المعاصي تدخل فيه، وقد تستمر المعصيه. فواحد يجي لك، مع انك انت مش كده، واحد يجي لك كله كده تصيب باللي اهتنى اوصاك، تمام؟ يعني انت تحولت من واحد مجرد انه عاصي الى واحد بيمارس العصيان، كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مالكش فضل عليا، احنا الاثنين في الايه، في الهم سواء. ما تقوليش انت شريف وانت راجل نقي ومش عارف ايه، انت مش فاكر العمل اللي عملتها، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، تمام؟ فهو عايز يلطخك عشان ما يبقالكش فضل عليه ابدا. طب ده شياطين، ده احنا حوالينا الدنيا كلها في شياطين، يبقى انا عندي شياطين انس وشياطين جن، ازاي يجي لي الامان وانا عايز ادخل الجنه؟ ودي غايه المنى والحرث بتاع الدنيا ده كله، هذا الحرث في الدنيا القصد منه في النهايه اوصل الى الله عز وجل. فبالله عليكم وانا ماشي في الطريق الى الله، اخد واحد معايا عارف الاعداء، يقول لي خاف من ده، افلت من ده، عدي ده، ولا امشي عمياني؟ ايه العالم كده؟